بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا ولوالدي شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في باب آداب السفر والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني نعم، أكمل تفضل. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لا، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه هو بكسر الدال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفر الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. وعن أنس رضي الله بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا من لطائفه من أردف النبي خلفه، وهناك كتاب لابن منده بعنوان أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين أردفه النبي خلفه عليه الصلاة والسلام، لابن منده المتوفى سنة 511، 511، وعليه نظم أيضا لأحد مشايخنا، وله شرح لنا في ذلك إن شاء الله عز وجل، وزدنا عليه. نعم، وهذا فيه وجه الدلالة هنا على ترجمة الباب، هو الإرداف على الدابة إن طاق ذلك. أردف النبي جماعة فسن الإرداف إن طاق مركبه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقال: لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. نعيد. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا رأيت نسبح، ما نصلي يعني ما نصلي لحد ما يريح الدواب. أين الرفق بالحيوان الذي يدندنون به الآن؟ الدين سبق، النبي الإسلام سبق كل هذا الكذب الذي يفعلونه الآن فيما يسمى الرفق بالحيوان. أيوه، قال تفضل. نعم، نعم، أحسن الله إليك شيخنا. كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. سبحان الله، انظر
وهذا سبق كل الجعجع التي يقولون فيها الآن ويسمى بالرفق بالحيوان إلى غير ذلك. وفي رواية: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، أي لا نصلي الضحى، عند أبي داود والبزار من حديث أنس أيضا، يعني حتى يعني نصلي الضحى. وهذا فيه أيضا حرصهم على صلاة الضحى حتى في السفر. ونحن قلنا أربع سنن لا تسقط في الحضر والسفر، وش هي؟ سنة الفجر، أيوة، الوتر، وقيام الليل، وقيام الليل. وهذا يدل على الرفق بالدواب، على الرفق بالدواب. فديننا دين عظيم يا كرام الفضلاء، بس يحتاج منا أن نتعرف على درره وكنوزه وننشرها بين الناس. فانظر حرصهم على الصلاة، انظر حرصهم على الصلاة، لكن يريحون الدابة أولا، لأنها لها حق، لأنها لها حق. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد وليعد به. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، رواه أبو داود. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا كله فيه جواز الإرداف على الدابة، وأيضا الرفق بالدابة والإحسان إليها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله. عند الآن افهم هذا الحديث، حديث علي بن ربيعة، هذا الحديث المسلسل بالابتسامة، حديث عظيم. يعني لما تأتي الآن فضيلتك الآن أول ما تأتي تفتح باب السيارة تقول بسم الله، تقول بسم الله. شهدت يعني رأيت، وهذا يدل على أولا الصحابة كانوا حريصين على التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون كانوا حريصين على التأسي بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يتبعونه في كل حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه أوتي له بدابة ليركبها، أول ما وضع رجله في الركاب. يعني ما هو الركاب؟ الركاب اللي هو المكان الذي يدخل فيه القدم من سرج الدابة. الدابة لها سرج، السرج يتدلى منه حبل، الحبل فيه شيء مدور تضع رجلك فيه لكي تستقر على الدابة، يعينك يعني على ركوب الدابة، هذا اسمه إيش؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وتأتي الركاب اسم من أسماء الجمل. الجمل في القرآن له كم اسم يا شباب؟ يا أهل القرآن كم اسم؟ نزلنا الفائدة هذه يا شباب 15 اسما، 15 اسما. الجمل والجمالة كأنها جمالة صفر، يعني جمال ضخمة سوداء، والجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط، والناقة ناقة الله وسقياها، والعير والبعير، العير والبعير. قال ربنا تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وقال ربنا أيضا في نفس السورة، سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن جمل وجمالة، ناقة وعير وبعير. وعندنا ركاب، فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب. وعندنا الهيم، شاربون شرب الهيم، الإبر العطاش. وعندنا غير الهيم ايش تاني يا شباب؟ ركاب وهيم وايش تاني؟ بحيرة وسائبة ووصيلة وحام. بحيرة وسائبة ووصيلة وحام. وأيضا العشار، وإذا العشار عطلت. وأيضا البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذه كلها أسماء الإبل في القرآن. والخامس عشر هو الإبل، ثمانية أزواج من الإبل اثنين، سورة الأنعام. فالمهم أوتي له، وضع رجله في الركاب، قال بسم الله، يعني أستعين بالله على ركوبها. كذلك أنت لما تدخل يدك بالمفتاح في السيارة قول بسم الله. لما استوى، أول ما تجلس على الكرسي، فلما استوى استقر
على ظهر الدابة، يعني استقرت على الكرسي، الحمد لله، وبعدين سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني ذلل لنا هذه الدواب لركوبها، وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا نطيق ولا نقدر على استعمالها لولا أن سخرها الله لنا، سواء كانت هذه الدابة طيارة، سيارة، صاروخ، مركبة فضائية، حمار، أي شيء، ناقة، خيل، هذا معنى مقرنين، يعني مطيقين وقادرين على استعمالها، وما كنا له مقرنين إلا أن يسخر الله لنا. ثم بعد ذلك وإن إلى ربنا لمنقلبون، هذا من فوائده، يقتل الرياء عند الإنسان. الإنسان يركب سيارة بمليون، مايباخ، والناس يسموه هذه لامبورغيني بالملايين، فيكون عنده نوع من الرياء. حتى يقول بعض الناس، يقول والله كنت أركب السيارة انتفخ بسعرها، يا أرض هدم عليك قدي كما يقولون. فتذكر هنا وإن إلى ربنا لمنقلبون، يعني مهما فعلنا نحن إلى الله راجعون، فلا تغتر بشيء. هذه السيارة تصبح في لحظة من اللحظات عبارة عن صندوق قبر والعياذ بالله. طيب، قلت بسم الله، استقلت، قلت الحمد لله، بعدين قلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا معنى حمد الله ثلاثا ثم كبر الله ثلاثا. ليه؟ إشعارا بعظمة الله وجلاله، واستصغارا لنفسك، ثم تقول سبحانك إني ظلمت نفسي من الذنوب والآثام فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي رضي الله عنه وارضاه، تعجب هنا علي بن ربيعة، قال من أي شيء ضحكت؟ قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما فعلت، يعني من الدعاء وركوب الدابة، ثم ضحك. فسألته يا رسول الله ليش تضحك عليه الصلاة والسلام؟ قال إن ربك يعجب، هذا إثبات العجب لله عز وجل، هذه الصفة صفة العجب لله، على ما يلق بجلاله وكماله، ليس كمثله، هو السميع البصير من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله، هو السميع البصير. إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم يعني العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فاستوجب ذلك أن النبي ضحك سرورا لبلوغ العبد عجب الله عز وجل، لبلوغ العبد عجب الله تبارك وتعالى. ثم يزيد الإنسان عليه إذا كان مسافر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة، وطبعا يبدأ دعاء السفر بعد مفرقة البنيان، لكن هذا دعاء ركوب الدابة داخل المدينة، فإذا كنت مسافر تقوله، وزيادة إذا فرقت البنيان، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وإليك العاقبة والمنقلب، نسألك في السفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إني أعوذ بك من كآبة المنظر وعثاء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإذا رجعت تقول مثل هذا الدعاء وتزيد آيبون تائبون عابدون حامدون راكعون ساجدون لربنا حامدون، ستة أشياء، آيبون تائبون عابدون راكعون ساجدون لربنا حامدون، ستة أشياء ستة أشياء. هذا حديث عظيم، وأنا أتوقع لو من يحافظ على هذا الحديث يا أحباب الكرام، حتى وإن نزل به حادث فإن الله يكلأه تبارك وتعالى، ومن يحافظ على هذا الحديث لا أتوقع يركب السيارة يفعل منكرات، لأنه هو قد قال فيه سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لكن أغلب من تجده يفعل المنكرات ويشغل أغاني ويجعل سيارته مكانا لمرتع النساء وكذا، تجدهم في الغالب لا يقولون بهذه الأذكار ولا يعرفونها أصلا ولا يذكرونها أصلا، لأن هذه الأذكار أيها الكرام الفضلاء وقاية، هذه الأذكار أيها الكرام أنها وقاية. سبحان الله، تقي الإنسان من فعل الحرام، من فعل الحرام. هنا بعض اللطائف التي نذكرها أيها الكرام الفضلاء، الركاب يسمى الغرز أيضا، قال فلما وضع رجله في الغرز، يسمى أيضا الغرز، وهو الذي يوضع عليه الراكب رجله لكي يعينه على أن يرتفع على ظهر إيش، على ظهر على ظهر على ظهر الدابة، ليرتفع به على ظهر الدابة. والدابة أيها الكرام الفضلاء هي
في العرف خصت بالذوات الأربع، خصت بالذوات الأربع، جمل، فرس، بغل، حمار، كل هذه يقال لها إيش؟ يقال لها دابة. وما نحن فيه الآن أيضا من هذه الطائرات والسيارات وغيرها أيضا يقال لها إيش؟ يقال لها دابة. وأيضا أيها الكرام الفضلاء، في بعض الأعراف يقال للحية دابة، وهذه أعراف خاصة. وأيضا يقال للحمار دابة، يقال للحمار أيضا إيش؟ يقال الحمار دابة. وفي زماننا هذا يقال للسيارة وللطيارة هذه دابة. وأصل الدابة هي كل ما دب على الأرض، هي كل ما دب على الأرض يسمى إيش؟ يسمى دابة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي. قال حديث حسن. وقال نعم، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. ولذلك لما تأتي الإنسان، لما تأتي في لفظ سبحان تتعجبون أن هذا اللفظ، هذا الفعل، السين المهملة والباء الموحدة التحتانية والحاء المهملة، هذا المعنى اللغوي الصحيح أيها الكرام الفضلاء، لم يذكر في القرآن في استفتاحات السور بكل صيغه اللغوية من ماضي ومضارع وأمر ومصدر إلا هذا الفعل، سبح، يسبح، سبح، سبحان. وكأن الله عز وجل يقول لك يا عبدي أنا ما خلقتك إلا لهذا، للتقديس والتنزيه والتسبيح، ما خلقتك إلا لهذا، للتنزيه والتقديس والتسبيح. ولذلك هذا الفعل الأصل فيه يدل على البدء والاستمرار، الأصل فيه يدل على شيء مستمر، شيء إيش؟ شيء مستمر. ولذلك نقول سبح في البحر، سبح في البحر يعني مستمر في إيش؟ مستمر في السباحة. وهو الأصل فيه السعي. يقول أحمد بن فارس في معجم مقيس اللغة، السين والباء والحاء أصلان، أحدهما جنس من العبادة والآخر جنس من السعي، والآخر جنس من إيش؟ من جنس من السعي، جنس من السعي، ومن ولو من العبادة اللي هو التسبيح، وهو الذي إيش؟ التسبيح كالصلاة والسبحة، وهي المقصود بها سبحة الضحى، هي صلاة إيش؟ صلاة الضحى. والسبحة عامة يدخل فيها ما كان فرضا وما كان نفلا. وسبحان يعني أنزهك يا رب وأقدسك، نعم، عن كل نقص، نعم. وتأمل سبحان الله، في سبحان الذي سخر ذلل، الأصل في التسخير التذليل، فسخر لك هذه المراكب والناس كانوا يأتون فيها بالشهور والليالي، أنت الآن في ساعات وقد وصلت إلى وجهتك والحمد لله، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في ساعات، وقد تصل إلى وجهتك سالما
غانما معافا. فلا ينبغي أخي الحبيب وأنت في هذه النعمة أنك أنت نسأل الله السلامة والعافية أن تكون فيها عاصيا لله عز وجل، ولا يسوغ لك ذلك. تعجب أن تركب الطائرة ثم رحلة تستمر 6-7 ساعات وأنت تضع في أذنيك الأغاني والمعازف وتضيع وقتك. هب أن الله عز وجل قد أسقط الطائرة بمن فيها. تعجب من بعض الناس أنهم لما يكونون في مثل هذه الأمور في معصية الله عز وجل، ثم لما يكونون فيما ينزل بهم من اللأواء والضر يجأرون إلى الله، ثم بعد ذلك لما ينجيهم يرجعون إلى ما كانوا عليه. يقول ربنا عز وجل في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، وقس على ذلك حتى إذا كنتم في السيارات والطائرات إلى غير ذلك، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. تجد الناس يركبون البحر ويشغل الأغاني والموسيقى والمعازف، بل أكثر من ذلك تجده يركب البحر مع غانية وعاهرة وفاجرة عفنا الله وإياكم. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. طب ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. والله يعلم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ربنا يقول لهم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أنتم راجعين تاني، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، بما كنتم تفسقون وتفجرون في هذه المراكب التي سخرها الله عز وجل لكم. ثم اعلموا، قال تعالى وأيضا تتمت الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واعلم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ومن حفظ هذه النعم وأدها بحقها سينجو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. هذا باب عظيم، هذا باب عظيم، وهذا من وصايا النبي في السفر. قال: وأن تكبر على كل شرف وأن تسبح عند كل مهبط. كل ما جاتك كده عقبة أو جاك ارتفاع أو جاك طالع كبري، حتى لو أنت في وسط البلد وأنت مرتفع على كبري، الله أكبر الله أكبر، لأن عند الارتفاع الإنسان يخاف ويصيبه شيء من الخوف، فهنا تقول الله أكبر من هذا المرتفع. وانت نازل في وادي أو في سفرك أو انت نازل من الكبري تقول سبحان الله سبحان الله، أي يا رب أنزهك وأقدسك عن هذا السفل وعن هذا النزول، لأن الله عز وجل من صفاته العلو تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى. وأيضا خفض الصوت، ما ترونه من الجهال الذين تجدهم في الطواف والسعي يرفعون أصواتهم، هذا كله خلاف السنة. أربعوا على أنفسكم، يعني خفض صوتك، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. نعم، فهذا الذي تصعد من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو مقصود الترجمة لهذا الباب. نعم. أحسن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. يعني إذا صعدنا شرفا مرتفعا، حتى الكبري وانت في نفس المدينة اللي انت في ساكن فيها، طلعت الكبري المربع ولا كبري ولا أي كبري، عرفت تكبر. إذا صعدنا يعني مكانا مرتفعا، حتى وانت تتمشى
وجيت صاعد على جبل أو على هضبة أي شيء فيه صعود تكبر، وإذا هبطنا سبحنا. طيب هل هذا يؤخذ فيه أيضا الدرج؟ والله وجهان فيه للعلماء، والذي يترجع عنده والعلم عند الله أنه يدخل فيه، لأنه صعود، لأن أنت طالع في الدرج هذا صعود. وفي ناس يكون ساكن في الدور الثالث والرابع سبحان الله وما في مصعد في البيت، هذا صعود، فتكبر الله عز وجل. وبعض الناس وهذا يعينك أن يذهب عنك تعب الصعود سبحان الله، لما تصعد أنت الدرج هذا وتكبر في ذكر الله يذهب عنك التعب، يعني الله أكبر من هذا المكان ومن هذا التعب ومن هذا الإرهاق الذي أنا يصيبني، وأنت نازل الدرج تسبح. هذا يترجع عندي والعلم عند الله أنه يعني يدخل فيه مثل هذا، لأنه العلة فيها الصعود وهنا العلة فيها الهبوط، سواء كان في الطرق العامة أو في كبري أو في مرتفع أو في هضبة أو في عقبة من باب أولى أو في درج صعودا أو هبوطا. نعم نعم. الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أولى الإنسان لما يكون في جهاد وكذا أولى أن يكون في الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقال ربنا تبارك وتعالى يوضح في مسألة الثبات في مثل هذه الأمور في قول ربنا تبارك وتعالى فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نعم، فالإنسان في هذه المواطن هو أولى أن يكون في ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله يثبت الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل. اسمحوا لي ولعلي هنا أذكر كلام للشيخ بن باز رحمه الله. سئل الشيخ بن باز في نور على الدرب التسبيح عند النزول والتكبير عند الصعود هل يكون في الحضر أم أنه خاص بالسفر؟ فقال المعروف في السفر، أما في الحضر فإنه يسبح ويكبر في الصعود والنزول، يكثر من الذكر سواء في الحوش أو في السطح أو غير ذلك أو غير ذلك. ولما سئل قال من صعد درجا فكبر، قال نعم يكبر صاعدا أو نازلا كل واحد. قال وإذا نزل من درج سبح، قال كله طيب. حتى قال وإن كان أنه قد ذكر فين قد ذكر. وقلت له هذا الذي يترجع عندي، لأنه في النهاية هي العلة واحدة، العلة هي صعود. حتى لو أنت في درج البيت وأنت صاعد في درج البيت العلة فيها الصعود. ولذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين في لقاء الباب المفتوح يقول في الحديث إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، قال فمن استحب ذلك عند الصعود على السلم ونحوه رأى أن التكبير لأجل الصعود إلى العلو، وهذا منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ أيضا وأما من رأى أن التكبير عند الصعود على الدرج ونحوه غير مشروع فلأجل أن ذلك لم يرد إلا في حالة خاصة وهي حالة الصعود على جبل ونحوه في مسير المسافر، وأما في حالة صعود الدرج ونحوه فلم يرد ذلك، مع أن هذا كان معتادا لهم موجودا عندهم، ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو علمه أصحابه كما علمهم ما يقولون عند دخول البيت وعند الخروج منه ونحو ذلك من أذكار اليوم والليلة. وسئل الشيخ بن عثيمين كما قلت لكم في التسبيح والتكبير خاص بالسفر أم أنه
يكبر ويسبح عند الصعود مثلا أو في البيت أو في الدور. فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره إذا على وذلك أن العالي على الشيء يتعاظم في نفسه، الإنسان لما يكون طالع مكان مرتفع عقب ولا كده يحصل له خوف فيرى أنه كبير، فكان من المناسب أن يكبر الله عز وجل. وإما إذا نزل فالنزول سفول، فناسب أن يسبح الله عز وجل عند السفول. ثم قال ولم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر. قال والعبادات مبنية على التوقيف، وإنما يختص هذا في الأسفار. وذكرنا لكم ما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله بأنه لا بأس في ذلك، ولعله هو الذي يترجى عندي والعلم عند الله، لأن الأصل في هذه الأمور أيها الكرام الفضلاء هو ماذا؟ الأصل في هذه الأمور هو العلة في العلو والنزول. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شيخنا رحمه الله في مسألة المصعد كذلك له نفس القول رحمه الله، هل نقول دعاء الدابة في المصعد؟ فكان الشيخ لا يرى بذلك أن في المصعد، يقول هذا ليس من الدابة، لكن والذي يترجح العلم عند الله أنه دابة وتقف بين السماء والأرض أحيانا، سبحان الله، يعني أنه يعني أحيانا مصاعد كثيرة وقفت وتعطلت بالناس ومات الناس فيها، هذا فعلا يعني سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين ولا مسخرين. وتوجد أحيانا مصاعد ترتفع 100 طابق ومئتي طابق، بالذات في دول اليابان والسنغافورة وغيرها في السكاي سكريبرز وناطحات السحاب، ناطحات السحاب أنها يعني ترتفع ارتفاعات إيش ارتفاعات مئات الأمتار، ويصل أحيانا ناطحة سحاب من 100 طابق. نعم تفضل. الله إليكم شيخنا. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة، وآخره دال على أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض. الفدفد هو الأرض المستوية التي لا شيء فيها، هذا هو الفدفد على وزن فعلل، الأرض الفلاة اللي ما فيها شيء هذه تسمى إيش؟ تسمى الفدفد. وأيضا قيل هي الأرض الغليظة المليئة بالحصى تسمى أيضا الفدفد، هذان المعنيان. إذن هي الأرض الفلاة التي لا شيء فيها مسطحة أمامك، أو الأرض التي أيضا هي الواسعة التي فيها الحصى، ويجمع على فدافد، ويجمع على فدافد. وكل ما كان على وزن فعلل دل على الصوت، زلزل قلقل طلطل حصحص، أي شيء تلقى على وزن فعلل معناه فيه صوت، معناه فيه ماذا؟ فيه معناه فيه صوت، معناه فيه صوت. أي نعم. صلى الله عليكم شيخنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله. وهذا من لطائفه طلب الوصية في السفر، طلب الوصية في السفر، هذا من لطائفه طلب الوصية في السفر، يعني تكون مسافر من السنة أن تذهب لطالب علم أو لرجل عاقل لبيب أن تطلب الوصية منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله
والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم طوله البعد وهون عليه السفر. رواه هذا من الترمذي. وهذا من السنن، والنبي وضح له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ينبغي له أن يكون، وأوصاه بوصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وأيضا من السنن حتى لو تفرقتما على غير سفر وقال لك هاتوصيني بشيء، قل له عليك بتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. ثم قال: زدني. طلب الزيادة، فقال له عليه الصلاة والسلام: وأن تكبر على كل شرف. هذا هو وجه الدلالة، وهذا هو وجه الشاهد على الترجمة. تكبر على كل مرتفع وتسبح عند كل مهبط. ثم لما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. وهذا من دعاء المقيم للمسافر، هذا من دعاء المقيم للمسافر. وقد مر معنا ويدعو المسافر فيقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويدعو المقيم للمسافر يقول: أستودع الله دينك وأمانتك خواتيم عملك. ويدعو المسافر للمقيم للمسافر: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. ويدعو المقيم للمسافر: زودك الله التقوى وغفر ذنبك، وكبر على كل شرف وسبح عند كل مهبط، وهكذا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس هذا أرجعوا. وهذا من لطائفه أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. لما تكون في مجموعة مع ناس في سفر وجدت منكرا خطأ، عرف مباشرة، وضح. يا أخي هذه زكاة العلم، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، لا تقعد شيء أخرس وساكت. لا يا أخي ما أبغى أحرج الناس، يعني شوف النبي، البيان لا يتأخر وقت الحاجة. أعد الحديث من بداية الله يرعاك. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. عن أبي موسى الأشعري قال: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. أربعوا بفتح الباء الموحدة، أي ارفقوا بأنفسكم. كما ترون، كما قلت لكم في العمرة والحج، مجموعات ويرفعون أصواتهم، هذا ينبغي أن يتعلموا. وأنت إن وجدت ذلك ينبغي أن تناصحهم قدر ما تستطيع. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. باب استحباب الدعاء في السفر. وعن حسبك أبي حسبك، جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم.